وأنا كمان أشارك معكم بالصلاة وإضاءة الشموع من أجل بلدنا الحبيب، بلدنا الغالي على قلوبنا، وتحية تحية لجميع المشاركين من كل الطوائف في مسيرة 25 أيلول نجبال لعناية بمشاركة مميزة من جاليتنا في أستراليا. نطلب من القديس شربل السلام للوطن، وشكرا للإعلاميين لارا سليمان نون وبادرو الحبيب بدر الحجي. عم بحكيكم انا هلا صرت ببيروت وقلبي معكم وعم صلي معكم لالله ينقذ لبنان ويخلينا اياكم ويعطيكم الف عافيه وللتوفيق. تابعوا اخبار لبنان والعالم مباشره من سيدني استراليا عبر موقع واحد مميز لبنان ان استراليا ويب ديلي نيوز. اخبار العالم بين يديك باداره الاعلامي بدر الحجي.